هو ابن دار السلام ومربى الأسود، الذي تعلم من تلك الأرض الطيبة الصلابة والتحدي ومواجهة الظروف بشراسة وعزم لا يلين، واتقن خوض غمار التجارب الصعبة الواحدة تلو الأخرى في بلد لطالما كانت أرضه رمالا متحركة. تبع مع والده وأعماله مسيرة جده في مصنع يعد اليوم أحد أعمدة الحركة الصناعية في لبنان، فكان مثالا للبناني الشامخ الصلب الذي لا يهاب التحدي مهما كبر ولا يخشى الصعاب مهما عظمت. وسيم رياشي نموذج نجاح وحكاية تألق لا تزال تتوالى فصولا. والمهندس رياشي متزوج من معلمة اللغة الإنجليزية السيدة نادين أيوب، ولهما 4 أبناء حبيب، كريستوفر، ماريانا وماري نويل. على الصعيد الاجتماعي أسس رياشي نادي ليو زحلي بالتزامن مع تولي أمانة سر رابطة خريجي مدرسة القلبين الأقدسين في المدينة، ليتدرج في المسؤوليات حتى توليه رئاسة الرابطة لولايتين متتاليتين بين العامين 2004 و2009. عمل خلالها على تأسيس اتحاد جمعيات الصداقة في مدارس زحلي، كما كان رياشي من مؤسسي نادي ليونز زحلي أجيال، حيث تولى رئاسة النادي لدورتين متتاليتين بين 2008 و2010. ومنذ أواخر العام 2020 تولى رياشي رئاسة قطاع أندية ليونز في البقاع بعد أن شغل منصب رئيس الإقليم عام 2019. بدأت حكاية نجاح سوموبلاست، إحدى أكبر شركات تصنيع البلاستيكيات في لبنان، مع جده إيميل رياشي ووالده وأعمامه الذين تابعوا المسيرة منذ ثمانيات القرن المنصرم، ثم على مستوى لبنان ككل. وراح المصنع يتطور شيئا فشيئا ويفتتح خطوط انتاج جديدة، الى ان بات يصنع اليوم كل ما يمت الى الصناعة البلاستيكية بسلة، بداية من خزانات المياه الضخمة وصولا الى اصغر العبوات، مرورا بالكراسي والطاولات ومفروشات الحدائق وشبكات الري الحديثة التي تروي بالنقطة. كما تعمل الشركة منذ العام 2006 في مجال الأدوات البلاستيكية المنزلية وأكياس البلاستيك وعلب المأكولات والتغليف. ولعل أهم ما تتميز به الشركة هو صناعة أكياس النايلون والعبوات البلاستيكية القابلة للتحلل في التربة. وفي رسالة يوجهها للشباب اللبناني، ورغم يقينه بالصعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، يؤكد رياشي أن الأمل موجود طالما أن الشمس تشرق كل صباح، وهو على ثقة من أن الله لن يترك وطننا لبنان أرض الرسل والقديسين، وأملنا كبير باللبنانيين مقيمين ومغتربين. وسيم رياشي شاب طموح محب لوطنه ومدينته حد الجنون، ولكنه الجنون المحبب المحفز على العمل والعطاء الدائمين، لا يؤمن بالصعوبات إلا دافعا إضافيا للعمل والإنتاج، ولا ينظر إلى التحديات إلا محطة لثقل المهارات وزيادة الخبرات في عالم أصبحت فيه المنافسة لا ترحم. هو وسام من أوسمة النجاح في لبنان، ودليل إضافي على أن الدنيا لا زالت بخير رغم ما يحيط بنا من غيوم ملبدة لن تلبث أن تنقشع بهمة واندفاع الشباب المخلص لوطنه.